توقعات شهر نيسان لكل مواليد برج السرطان يلي معروف عنهم انهم خجولين. حاولوا تكسروا خجلكم وتتخطوا بشهر نيسان لانه الاضواء رح بتلحقكم وين ما رحتوا الفتره عم تكون الافضل على صعيد عملكم وعلاقتكم بمديركم بالعمل. بتقدروا تطلبوا منه كل الطلبات يلي كنتوا مفكرين انكم تطلبوها. فتره عم تكون مناسبه جدا لكل مواليد برج السرطان يلي مفكرين يبلشوا بشغل جديد. على الاغلب هذا الشغل رح بيكون مهم جدا بالنسبه لهم.